المسائل اللي كانت كتعلق الملفات وهما بيناتهم متفاهمين. كان واحد يمكن السي السعدي عارف هادشي ديال الخبايا ديال التعمير اكثر مني الا بقى الا بغى يزيد شنو. انا غير واحد التدخل بسيط لو سمحت لي الحاج توفيق. كنت كلمت على قلت علاش الملفات بقاو في الكونجيلاتور. نتوما تعرفوا كل ولي من كيجي كيكون عنده واحد استراتيجيه. شفنا استراتيجيه تاع كاع الولات اللي انا نظن السيد الولي الجديد عنده واحد القيمه مضافه لمدينه وجده. علاش؟ هو بحال واحد الشيف دوركستر. يقدر تلقى واحد الشيف دوركستر عنده واحد فيولونيست مزيان واحد الجيتاريست مزيان ولكن لا ما نسقش بيناتهم وخلاو يديروا اللي بغاو غادي تعطي واحد النسق موسيقي ماشي هو هذاك. ولكن الا كان شيف دوركستر يعطيو دي فوس نوت. اتفق معك. دونك انا نظن دابا السيد الوالي اللي عنده هو ما دارش شي حاجه. واش دار؟ دار سيدي نروح نجبدوا كاع الملفات ونشوفوهم. ني دار التنسيق. هذه بعدا المهمة الأولى. هذه النقطة الأولى اللي مهمة في هذه البداية تاع السيد الوالي الجديد هو التنسيق اللي ما كناش نشوفه قبل. كان كما قال سي توفيق كاين واحد السيد معنا هنا واحد نوز بلا ما نذكرو سميتو ما داش لا ريسيبسيون ديفينيتيف هذه 30 عام. يمكن عنده الحق ولا ما عندوش الحق. ولكن السيد الوالي واسم قال له نهار الاثنين غادي نخرجوا نشوفوها. دونك غادي نهار الاثنين دار كار وغادي يخرجوا يشوفوا هذه الجزئية علاش هذه 30 عام بقات ما داشت. يمكن السيد يكون غلط يقول له ما نعطيكش يمكن المصالح الخارجيه تكون غلط. دونك غادي يخرج يشوفها بعينه. شكون هو بالمهنه تاعو اللي كان هو اللي دار سلال جديده ومهندس دونك كان يدير هذا التنسيق. وثانيا كان السي توفيق قال اللي هذه ما نقدرش نخلي فوتها قال المهندسين المعماريين وكمهندس معماري قال بولداء وعرفتوا كاع علاش قالها. انا نظن انا فهمت علاش قال بولاده. انا يمكن نقول باللي ما تعطالهمش الحق باش يبينوا المهارات تاعهم. انا قلت لك ماشي بالكفاءه ديالو ماشي بولاده وشكرا. غير هذه المساله ديال لا ريسيبسيون ديفينيتي باش توضح الامور. هذه من الناحيه القانونيه ستون فورماليتي شكليه. هذه لاش كتندار؟ كتندار بعد سنه وخص البلديه ما تعيط لك ما تعيط لها كتمشي دير ديك لا ريسيبسيون ديفينيتيف باش يمكن لها تدي داك الملك العام باش يولي داك الاملاك يولي في الملك العام. اذا وجده ضايعه مدينه وجده مثلا هذه ضايعه فيها منذ 30 سنه داك الملك العام ما داخلش المدينه. هذا هو لو رول ديال ديك لا ريسيبسيون ديفينيتيف. لا ريسيبسيون بروفيزوار كيتسلموا الاشغال. هذيك الاشغال بعد سنه من الناحيه القانونيه كتمشي للجماعه كتشوف المراقبه ديال دوك الاشغال. الا ماشي صالحه كتعيط للمجزي يخدمهم يعاود لهم. ملي كتفوت سنه كتولي ديال البلديه. اذا هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كنهضروا عليه ديال لا ريسيبسيون ديفينيتيف راه من الناحيه القانونيه شكليه لا اقل ولا اكثر. شكرا للسي الحاج توفيق الحاج محمد توفيق. الكلمه للسي عز الدين المريني جريده الصباح فليتفضل مشكورا. شكرا للاخوان المنضمين. انا الملاحظه الاولى اللي كانت عندي لما تلقيت الايميل في الباب الالكتروني وجاي من السي توفيق وكان عندي واحد التساؤل كبير خصوصا بان قلنا تبعنا الحرب اللي كانت ما بين السي محمد توفيق مع الوالي الابراهيمي اللي وصفوا بانه ياتي على الحجر والبشر الا انه في التوطئه اللي توصلنا بها كلها مدح في الوالي الجديد محمد المهدي. هل هذا تغير في مؤسسة الولي أم تغير في محمد توفيق؟ الجانب الثاني المتعلق بالندوة أنه تكلمتم أو تحدثتم عن مجموعة من الملفات التي كانت عالقة وكان فيها ممارسة للفساد الإداري ولنوع من البيروقراطية الإدارية ومجموعة من الأمور. سؤالي لماذا لم تأكدوا الندوة في تلك اللحظة خصوصا وأن الصحافة تكتب عن الكتاب الذي لا يصل وليس عن الكتاب الذي يصل. ليس أن نأتي اليوم وتعدون أو محاسن الوالي الجديد وكذا وفعل وعقد جماعات هذا الواجب تاعو اللي خاصو يؤديه واللي كيتخلص عليه من طرف الدولة واللي كيؤديو للمواطنين الراتب تاعهم خلال الضرائب اللي كيدفعوها. والتساؤل تاعي شنو ستحدثنا بالضبط هادو اللي كانوا كيديروا لكم كيناصروا لكم واحد النوع تاع المماطلة منح التراخيص والإجراءات القانونية اللي كتقولوا بأن كان من حقكم أنكم غتاخذوها، واش كنتي تسناو منكم مقابل؟ خصوصا كنعرفوا بأن مجموعة المسؤولين
اي جزيئه كدار في وجده وفي غيرها من المناطق فانا خاصهم ياخذوا الحصه نتاعهم من الكعكه باش يوقعوا على الرخص وما شابه ذلك مجموعه من الاجراءات. اتمنى بان هذه الدول ما تكونش فيها لغه الخشب وخصوصا في هذا الليل ويمكن غافوا اكثر انا غتكون واضحين اكثر من خلال المشاكل اللي عندكم وشكرا. هو محمد التوفيق هو محمد التوفيق لم يتغير فيه شيء، ولكن مع ضميري ان الانسان لما كيدير شي حاجه تشكروا من لما يشكر الناس لما يشكر الله، وكون ميقن انني غدوه السي مهديه يدير شي حاجه ما تعجبنيش غنخرج وغنقول هذا راه اللي دار اللي دار، وما غاديش نحشم وما غاديش نقول هذاك النهار شكرته اليوم غنكون ميقن. بالنسبه لهذا الندوه تمنيت انا لو كانوا الصحافه في وقت الابراهيمي جاوا لعندي وهضروا معايا وشرحت لهم. تمنيت ان اللي تكتب عليا وكانوا الصحافه نصفوني تمنيت، ولكن مع الاسف هذا بالنسبه للملفات الادارات قلنا لكم راه اخطبوط راه قلت لك عطيت لكم المثال قلت لك غادي يدير مثلا يجي تكنيسيان يدير لك ملاحظه وغادي يجرجرك، يعني ما يمكن لكش انا يمكن انا ما شوف انا اعطيت اشاره قلت انا عندي تجزئات 5 سنين وانا كنت بعد لي زوتوريزاسيون يعني باش نتبع نوصل لوتوريزاسيون، هذا اللي يتسنى 5 سنين ما غاديش يتسناو منه الخلاص وبالنسبه لهادشي ديال يعني لما كنهضروا دابا هذا ماشي غنجيو عاد اليوم انا مثلا نقول باللي هادو كيشدوا الرشوه ولا ما يشدوش الرشوه، هذا راه الشفافيه الدوليه وفي الاخر يعني هادشي واضح باين، يعني هذا ما خصناش كاع نحاولوا نمشوا فيه كاع لان علاش باين واضح. حنا المهم كما قال السي السعدي انا المهم عندي باش بكل مسؤوليه ماشي غراضي في مهديه، واخا هذاك انه خصني نعترف له انه هو اللي جهه هو اللي دار، ولكن المهمه عندي في هذا اللقاء هو الاقلاع الاقتصادي ديال الجهه، لان اذا انتم اصبحتوا كتقولوا بان الملفات في وجده اي مستثمر، اسيدي جيبوا لنا المستثمرين وغدا يجي عندي يقول لي راه الابراهيم انا سميتو المهديه ما سنياليش وشوف واش غندير معاه. حنا بغينا هادشي اللي بغيناه، السي مهديه كيقول لك اسيدي انا راني خدام اذا غنتعاونوا جميع، جبدوا شي حد غدا وجا شي مستثمر وعطانا الحوجه وشوف واش غندير معاه، واش غنجتمع معاكم ونقول لكم راه مهديه اللي دار ولا نشكروا. ولكن حنا قلت لك القصد من وراء القصد ديال هذا اللقاء هو انه عندنا جهه كبيره وعندنا الجهه وهي الموسعه كما كتعرفوا راه جايه، معناه الاقلاع الاقتصادي ديال الجهه الى حاولنا جميع ندفعوه باش يمكن له يتمشى، لان كاين مستثمر ربما يحصل في بلاصه اخرى يقول بعدا نمشي نستثمر في وجده، هذا هو الهدف الاساسي، الهدف الاساسي ديال ماشي هو المهديه، ولكن ما يمكنلكش دير حاجه لو كان ما قلتهاش كاع قول لك شنو تبدل عندكم انتم اللي اليوم جيتوا تقولوا دير هذا الشيء راه نعم زين، يعني خصنا نقولوا له منين جات الكيفيه باش جات، هذا هو الاساس هذا هو السبب. شكرا. الكلمه للسيده نعيمه الحروري فلتتفضل مشكوره. مداخلتي ستكون لبسط مؤاخذات قبل الملاحظات. هذا اللقاء التواصل لا يمكن ان اقول لكم شكرا عليه لانه كان واجب وقد جاء جد متاخر. التواصل بالنسبه لحاله المنعشين العقاريين او المجزئين العقاريين هو ضروره قصوى لازاله الغبار على مخيله المواطن المغربي ومن بينهم الصحفي ايضا. فالمنعش العقاري عند الصحفي وعند المواطن المغربي، واستسمح واتمنى ان تتسع يعني يتسع صدركم لملاحظاتي، هو منهج عقاري، هم وحوش عقار، واستسمع للتعبير، في مخيلة مواطن العادي، لماذا الغياب هذا التواصل؟ أنا صراحة عندما وصلتني رسالتكم استغربت وقلت هل ما أراه حقا؟ هل فعلا المجزئون العقاريون يريدون يعني عقد لقاء للتواصل؟ عموما على أي حال هي بادرة لا يمكن إلا تثمينها على أمل الاستمرارية. سؤالي الأول يتعلق بجمعية المجزئين والمنعشين العقاريين. أنا أريد نبذة بسيطة على هذه الجمعية، مما يتشكل مكتبها، متى أنشئت إلى آخره. هل تضم جميع المجزئين العقاريين والمنعشين العقاريين بالمدينة؟ هل تدخل حسابات سياسية وتحزب في تشكيلات المكتب؟
هل السياسة أثر على هذه الجمعية؟ سؤال الثاني، هل قانون الاستثناء الذي جاءت به حكومة التناوب وضح لحل مشاكل العقار أم للمضاربة والفساد؟ العقار جد ملتهب، لماذا؟ أمر آخر، جميل أن تحل مشاكلكم سادة المجزئين العقاريين، لكن أنا كمواطنة المهم عندي حل هذه المشاكل، ماذا سأستفيد منه؟ كيف سيستفيد المواطن العادي، المواطن الذي في حاجة ماسة إلى السكن في ظل يعني التهاب العقار، من مشاكلكم التي حلت؟ السؤال الأخير، ما محل السكن الاجتماعي من هذه المشاكل التي تحدثتم عنها، بخصوص ما ذكرتم عن أن السكن الاجتماعي يعني يغيب فيها الفساد، فأنا أؤيد ما قاله زميلي عز الدين المريني بخصوص فلوس تحت الطاولة أو ما يسمى بين قوسين لونوار لا يزال لحد الساعة، فهل تتخذون إجراءات ضد هذا الناس الذين يشوهون سمعة المجزئ العقاري؟ كلمتين أخيرتين تعليقا على ما قاله السيد محمد توفيق في عبارتين، ذكرت سي محمد توفيق مسألة من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أستاذي الفاضل، البلاغ كما الإمير جاء متخنا بالشكر للسيد والي الجهة محمد مهدية، الشكر تجاوز حده فأصبح ضده، نشم من البلاغ ومن الإيميل رائحة التملق. ملاحظة ثانية أستاذي سي محمد توفيق، قلت أن لا يمكن أن يقبل الإنسان على نفسه السحت، من يقبل الربا يقبل السحت، وشكرا. بالنسبة للجمعية، أولاً بالنسبة للجمعية راه ما كاينش شي قانون اللي كيقول بأن المجزئين خصهم يتبعوا جمعية واحدة. خمسة المجزئين يمكن لهم يديروا الجمعية ديالهم، وهذه المجموعة ديال المجزئين راه داروا الجمعية ديالهم. ربما كاينون عايشين عقاريين عاود آخرين عندهم، ولكن حنا لما كنمشيو ندافعوا على الملفات والإخوة راهم هنا، ما عمرني الملف ديالي ما جبدته في اللقاء، فتعدة لقاءات ما عمرني ما جبدته. وخصك تعاودي لي باش نولي. اولا بالنسبه للشكر، شوف انا بالنسبه ليا واقع، انا كنقول لك بكل صراحه بكل صراحه بكل صراحه، انا بالنسبه ليا واقع، وانا والله لن ارضى لنفسي ان اقول شيئا عن احد ولا اعتقده، يعني ما باغيش ما يعطيها ليش خاطري، وما نقولهاش وما نمشيش عنده، ما نمشيش عنده، ما نزوره ما نشوفه. بوفوس كان ما كانش بحال بوفوس، كانش بحال بوفوس، وفي ذاك الوقت ما كنتش منعيش عقاري، كان الاخ ديالي الكبير هو اللي يمكن في الاخر. انا كنت كاتب عام ديال نقابه ارباب المقاهي، وانا ذا كنت في الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الاشتراكي. بوفوس قلت له بالكلمه، انت ما حدك هنا ما غاديش ندخل عندك، وما غاديش نطلبك، وما غاديش نجي عندك. ها؟ نعم. هذا راه تاريخ، قلت لك. في المكان. في المكان في العمل. في العمل العمل. لأن كنت ضغط علي في الأحداث ديال 84. الأحداث اللي كانت هنا في وجدة، جاو كيقولوا لي خصك تشجب. وثبت القهاوي في الأثمنة ما داوهمش، حتى بدلوا لي أنا، حتى تبدلت أنا عاد ولات عندهم الرحمة وخداو الأثمنة. إذن أنا اللي غنقول للأخت أن هذا الشيء اللي قلته أنا كيبان لي مسألة عادية، لأن كنسرد شنو الوقائع، وما غاديش نحذف السمية ديال اللي دار. لو كان أي أخ هو اللي تكلف بهذا الشيء غنقول فلان. إن أنا بالنسبة لي هذا ماشي شكر، كنصدر واقع تاريخ. إلا بديناه من الأول بعد تعيين السيد محمد المهدية عامين على مانة وجدة أنكاد، عقد لقاء. واش غنقول ماشي هو اللي عقد اللقاء؟ اللقاء الأول اللي عقده معنا على انفراد هو، ماشي شي حد آخر. وعدنا، واش غنقول ما وعدناش؟ ولا قول لي غير شي تعبير اللي ممكن أنا دابا نبدلو. كاين بعض الفقرات. في الفقرة الثانية نسجل المهم بارتياح كبير استعداد مصر على رأسها السيد والي الجهة. في الفقرة الثالثة، وصار شخص لما يقوم به السيد والي الجهة من جهود فعالة دعم التنمية إلى وصار شخص. اسمح لي راكي غلطة. تكرار ثلاث مرات في الفقرة. أنا البيان، أنا ماشي أنا اللي قريته
اللي كتبته انا كتوطئة اللي كتبت هذاك ديال الجمعية ها رئيس الجمعية انا كتوطئة اللي كتبته كتوطئة ولا انا كنجاوب عليه ان انا الاخر هذا درته على اساس انه باش تكون الاسئلة والاجوبة على حساب الاخر على حساب الله لا 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 غير باش لا باش 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 يمكن الليلة ما عندهاش نقرا عليها وقول لي واش باقيه متشبته بهذه الفكره. لا متشبته بالفكره. انا غنقرا عليك. لا 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 هذا كنقول لك بغيتي تقراي هذا لا لان سماه توفيق محمد توفيق غا باش نتفاهموا الا محمد توفيق خلي فيه محمد توفيق الا كان جمع لا شوف 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 هذا سميناه بلاغ كتوطئه ان انا المقريت البلاغ اللي دارته الجمعيه بل لي ما غاديش يحفز الصحفيين قبل باش يمكن لهم يطرحوا اسئله وصيفطوا انا عضو في الفيدراليه الوطنيه للمعيشين العقاريين وصيفطوا على اساس انه كتوطئه الا كان في هذا شي حاجه ديال التبنديق الله يعافينا منه انا لا محمد توفيق ما جاوبنيش على سؤالي المركزي اللي هو حلول مشاكل مجزئي العقاريين كيف ستنعكس ايجابا على المواطن البسيط الذي في امس الحاجه للسكن. شوف دابا حنا عندنا بالنسبه للمغرب عندنا المنافسه عندنا يعني العرض والطلب العرض والطلب لما كترخص راه كاين الناس هذوك اللي كان ذاك سميتو اللي كان اسمه المضاربين المضاربين اللي كيجي يشري 10 15 درهم كانت كانوا طريحه في اخبارك باللي كانوا طريحه شراو ب 4000 درهم وراه يطلبوا فيهم 3000 وما لقاوهاش شراو ب 5000 ويطيح وما لقاش اللي يشري عليه لا هذاك المضارب هذاك حنا بالنسبه لي كمجزي يمكن لك شي يجي عندك ما عندكش الحق كاع يجي عندك يقول لك يشري عليك وتقول له لا هو يخلصك بداك الشيء اللي بغيت انت واه لا دابا اصبر هذا من مزايا المجزئين ديال وجده نقول لك هذا من مزايا المجزئين ديال وجده ان لما كيجي ويساعد الناس ويعطيه انا حنا كنا كنديروا له انتيار ويجي ويجيب له انتيار ذاك المسكين وبدا يخلص معك بشويه عندنا ناس اللي عندهم 10 سنين 12 عام 13 عام 14 عام باقي ما خلصوش هذا من المزايا ديال المجزئين اللي خص المجزئين ديال وجده يعني يتكافئوا عليه ولكن هذه المضاربه ديال الناس اللي كتجي تشري 10 البنانات و12 و13 هذيك راه ما يمكن لكش تحبسوا يمكنكش تحبس تقول له ما نبيعلكش واش انت اي واحد فينا عندك لو كان يجي عندك على المقالات اللي تكتبيه ولا كتبي لنا 100 مقال مليون تقول لهم لا ما يمكنش هذا راه عمل كنقوموا به الا قلتي هذا الارض بالنسبه للعقار في المغرب المدينه اللي طيح فيها العقار هي وجده انا جوعت انا كنقول لك هذا الشيء اللي كيتباع لنا هنا بهذا الثمن كاين اللي كيجي من الدار البيضاء كيقول لك لقينا جرارة نجروها باش نوصلوها من الدار البيضاء لا لا شوف دابا ملي غتمشي تشري الارض انا معاكم غادي نجلسوا بلا هادو كاع غادي نجلسوا وغادي نجيبوا لان سوبر كونطاب وغادي نقولوا هذا اللي غادي يدير 4 ملاير ولا 5 ملاير ديال راس ماله غادي يحطوا في الارض وغادي يبدا يخدم وعلى 20 عام باش تكمل هاد الارض وذاك الربح اللي غادي يدير شحال خصو يدي فينونسيرمون ما نهضروش على شي حاجه اخرى غنقولوا انا كنقول لك هذا المجزئ بالنسبه لي ما راهش يربح علاش لان ملي كندير انا راس المال ديالي على 20 عام عاد باش نردو دابا هذا اللي بعث له انا في 92 وفي 93 وفي 95 وفي 2000 ومازال ما شديتش فلوسه هضر غير حنا نقول لك حنا اغلبيه هاد المجزئين ما فاهمينش اش كنديروا تولف هذاك القليب ديال الفلوس فعلا كاين الربح ما كنقولش ماشي مرفين برافي الحمد لله ولكن الا جيت لشي واحد جيب واحد اللي كيحسب فعلا كيدير الاقتصاد وكيحسب يقول لك انتم راكم تخرخروا في هذه التجاره ديالكم لان بالنسبه لهذا لما كنهضروا على الجشع انا غنقول لك دابا تمشي سير اسيدي شوف انتم كيجيو عندنا وداديات والحمد لله مفتوحه الوداديات اللي ما بغاش يشري على المجزي كاين الوداديات الجمعيات ونقام عليهم رخيص ملي كتجي دابا تشوف الارض التاليه اواخر وجده يقول لك 60000 طيب شحال باش تنقام الارض الاراضيو زادت الى غلط في لو شيفت زادت 600% الاراضيو قلت لك الدار كتخلص عليه 300 مليون
وزيد مور زيد الاخر يعني كاين مصاريف كبيره اللي تزادت غير نزاد. اذا هذا الشيء ديال العقار اول ما كيتحكمش فيه المجزي راه الا ما عطاولوش الثمن غادي يولي يهبط. الا كان السوق واش دار اليوم غادي يبيع بنفس الثمن فين كيدير له يبيعو؟ حنا عندنا السوسيال وباقي حاصل فينا ب 25 مليون وباقي حاصل فينا ما لقيناش. اودي ماذا بكم الا بغيتو ديو دار دار مرحبا بكم. كريز ديال بحال اسبانيا كنظن ماشي كيف كيف لان حنا لا كريز ديال اسبانيا شتا هو كان عندهم داك لو تو دانتيري كيطلع وكان هذوك اللي كيديروا لي كريدي دخلوه في لاغورس لما كيشري كيتباع في لاغورس اذا هذاك اللي شرا خصو يطلع له الثمن كيزيدوا عليه فمثلا كيبدي هو نهار اللي شري الدار يبدي يخلص 300 يورو بار موا كيبقى يزيد كاين اللي من 300 يورو ولا 900 علاش لان ذاك لي كريدي ديالو ديال العقار كان داخل في لابورس لما كيتباع داك السوق يربح يعني عنده الثمن ولاو في الثاني هذوك عجزوا يخلصوا راه صرات له حتى في الميريكان لا فيل كاع خواو. حنا في المغرب لا حنا هذا الشيء ديال الكريدي قار هذاك الانسان لما ما عندناش ما كيديروش الكريدي للسكن
ديال يعني اللي يكون يتضخم واللي يزيد اكثر من اللازم. شكرا للسي السي محمد توفيق. الكلمه للسي سعودي. نرجع كما شاروا بعض الاخوان تحدونا طبيعه المشاكل اللي كانت عالقه ودابا تنحلها. السؤال تطرح وين نكرروا الحاج توفيق قال ما كان حتى شي ملف اللي داز عن الاستثناء لا دوموند دو ديراغاسيون. وما نتمناو نتكلموا على لا كوميسيون دو ديراغاسيون في لقاء اخر. اذا حدوا لنا الاطار اللي تحلت فيها المشاكل العالقه من الاونه الاخيره. بالنسبه نمشيو نشوفوا لا طوبو دو شتا هادشي المنتوج هادي ديالنا اللي نتشتوها انتوما كاملين ما نتشتش الاخرين نقيمو ليطا دي لو يعني وشتا كانت قريه كبيره افيك اون سونتراليتي اربان اي دا كارتي مورتوا كتبيعو وهما ملزمين اللي يجي عندك باكوسيو بروكيو تبيعو 20 كما قالوا الاخوان ولا محقكم تبيعوا واللي بغى يشري محقو يشري. الخطا الخطوره في هذه القضيه ان يبقاو دي تيران اللي يضروا الناس اللي بداو ويكونوا عاوده ان تيران تاتي بور لا بروبليسيون دو لا كريميناليتي باسكو تما جوانا تما لي زاغريسيون تما مساله اخرى اللي كديروها ملي تغلى لا فالور كانها حاج توفيق دابا على 60 درهم من نجيو نديرو لي شويت وهذا في اللوتيسمون الله يحسن عوام كنمشيو قلنا مشينا التوسع المجال الحضاري كتمشيو ويتمدد بلا كاين اكسبونسيون الوغ كيليا دي تيران فاك في لافيل ترو فاك كاع وكيشوفو منين توجد ملي توسع المجال الحضاري تولي التكلفة على المواطن كثيرة لا ترامبيا تزيد توسع والمواطن هما اللي فلسوها تو سكي سوسيال خصنا ديسبونسير خصنا ايبول خصنا الخدم تاع الضو حتى هو يمشي افيك لي ديسيسيون اللي تعرفوها وهاد التكلفة لو كو سوسيال يخلصوه السكان دونك ان اون فيل كي بو ابريتي ان بيريميتر اوربان كي بو ابريتي جوج ملايين وحنا يلاه 500 الف ما كاملينش وي وهنا حتى نتوما تحملوا مسؤولية تاع التوسع لا عقلاني. مسألة أخرى اللي دارت في وجدة ومؤخرا عاد بدينا كنا نديروا لا فيتا ما كانش كاع عندنا لونسون دو ميزيرباليز. سمحوا لي باش نطول. كتوجهوا إكراهات كتوجهوا صعوبات والله أحسن عوانكم وإنما في القطاع عندكم كاين زيادات كاين طرقات اون بارلي دي دوسو دو لا تاب كاين لي دوسو دو لا تاب كاين لو نوار كاين لا سبيكولاسيون بشكل كبير انا سي تو فري كاين سي فري بصح راه الثمن في وجده راه تحس احفير احفير غاليه علينا العيون تازا نتفق معك هاد الحاج توفيق مي هاد المقاربه نظن نبقى في مدينتنا نظن كاين حنا نتمنى كون تربحوا خصنا تربحوا ومصلحة ما تربحوا تكونوا لاباس عليكم تزيدوا تنولوا سي بون لانتيري دو توت لا في سا بوبيلاسيون لكن كما جا على لسان عدم الاخوان اخت نعيمه تكلمت اشنو هو لو تيم اللي عليه السلام وحوش بون لو تيم كي فالي جو كروا سي لافيديتي لا كوبيديتي تولي تربحوا قطع كاشكون كبيره تشعر تشعر 30% ما قالهاش بالك وسي با او ماروك حتى في الدول المتقدمه كما سي فري كون لي موبيلي فا تو فا دونك تو لي بيي دو موند لي موبيلي فيه تخاوي دونك تو لي بيي دو موند ميم في ستازيوني لا فرونس والجابون هذا مشكل عالمي ماشي هنا بالنسبه لا توربو تو شتا سمح لي سي بيي ما رجع باسكو انا اللي كونسيرني ماشي انا حتى اخواننا كما كنا قاعدين معاكم وجدوا انتقادات للوالد ابراهيمي وشرناها ويلا ريبوندو قبيلة يا ولدي الاخوان عطاكم دوز لكم دي ديروغاسيون
C'est vrai, mais c'est bizarre. Je t'ai dit que l'adoration, c'est le régisseur. L'État au coup, voit des parts de marché trop de frindiage. Ou tout le temps dans le ghetto, je ne dirais pas une mauvaise chose. On ne peut pas faire le khilaf de l'Ibrahim. C'est du passé de l'acte, ce n'est pas le moment. On ne peut pas faire le sahaba. On ne peut pas faire le sahaba. Quand il s'agit de Jamilan, il faut la hajar, la chajar, la bachar. انا خليت لي دوموند دي دروغاسيون تاعك ومانيش نعاد كل دومون في ذاك الطلب الاستثناء اللي كنتو انا بان لي انت اللي ما قصتش فيها الشجر وشويه الحجر على الحاج جي بور بروجي هذا وما هذا الموضوع لا اسمح لي ما طرتش عليا لان ما حتاش ندخلو سي دو باس اسمح لي سي دو باس ما نقليش ما نردش وانا نستدعيكم مرحبا معايا بوحدي على هذا الملف هذا اللي بغيتو نجدو. لا ما يمكنليش ما نردش، ما يمكنليش ما نردش. انا جو سوي اوف. اسمح لي الله يخليك، ما دام جبدتو ما يمكنليش ما نردش. الو الى شكون بغا يتكلم التفاصيل عاوتاني. لا. باقي الناس اخرين يتصفوا دابا. شكون؟ بالنسبة نوض لادريس نوض لادريس. كيسكي لا لو بروشي اوز ارشيتكت. بالنسبة انت هذه هذه ما كاسكي ساعة. كل ساعة وغير تمهيدك فوقاش غطرح السؤال فوقاش غادي يجاوبوا فوقاش غادي يمشي فوقاش غادي السؤال ماشي أسئلة نقاش راه حنا أسئلة لا ماشي أسئلة كون دو بريس كون دو بريس با سا واحد هذا في واحد حنا دابا هذا لقاء هذا لقاء ماشي كون دو بريس كون دو بريس كي سو ريبونس هذا لقاء تواصلي هذا لقاء تواصلي مع الصحافه انا نتمنى الاخوان الصحفيين اللي ياخذوا الكلمه نظرا لضيق الوقت يطرحوا سؤال او سؤالين على الاقل باش نحلوا اختصر السي زوج